هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. ويلكم بهذا الفلوج الجديد. سو بهذا الفلوج بخبركم عن ماي اكسبيرينس بمطبخ الشيف مارون شديد. ديجا اذا انتم حاضرين فلوجات قبل بتعرفوا انه انا عامله ليفل 1 كوكينج كلاس عن شيف مارون شديد. ما كنت لحالي صراحه، نزلت انا ومرت عمي، يعني هي كانت عملت لي كادو، وعملنا اكثر من شي شهر واخذنا شهاده ليفل 1 بالطبخ. كل مرة بحكيكم عنها، بس هالمرة رح فرجيكم الأكاديمي، رح فرجيكم أول صف أنا عملته، يعني أول طبخة طبختها، ورح نفرجيكم شيف توني يلي هو علمنا كل شيء. هو مسؤول عن الطبخ المالح إذا بدكم، مش أنا بيستري شيف بالأكاديمي. شو علمنا؟ شيء تاني، يعني رح أعطيكم الطبخة اللي أنا طبختها مع شيء تاني هو علمنا إياها. اوكي جايز، اول طبخه طبختها انا عن شيف مارون هي كانت الفرايد زوكيني، يعني كوسه مقله. من تبل الكوسه ببيره وخميره، وبعدين ببيض كمان، بعدين بدنا نعمل الريد صوص تشيلي صوص. هلا بنعمل بان فرايد زوكيني. هذا كيف نعمله؟ اوكي، فادنا اول شيء طلعوا فيها، بدها تكون الحراره ما تحمى، بتحطها لحتى الخميره كله فوق، بدها تكون بحدود ال 45 ل 40 لحتى تبلش الخميره كله فوق. اوكي، بنحطها على جنب، بعدين نخفق الزلال ونحطه فوق منهم بخطر. هلا بتشوفوا هيدا الفرق بين هيدا. حطينا العجينة اللي فيها بيرة وكل شيء، بيرة وطحين وكل هوليك، يعني الريد صوص، هوت توميتو صوص، بدنا اوليف اويل، اونيون، جارليك 10 جرام، 12 جرام جارليك. اوكي، هون البصل توم. pinch of salt and black pepper. تحب الخل؟ بدك تقسم الطنجرة شيف. ضروري. هل اتحرى؟ لا. عمر ما رد. هون زيت ألي. اوكي، نحط ال بنحطهم بالبيرة نقليهم. باجيت باجيت. أنا كمان. We'll be right back.
هيدي فينا نحط لها من اسمه مطمع مرحبا هلا حط لها حطينا وايد دراي كابي كاب دراي حط حار كفيت منها دايما بنطفي النار قبل الحامض انا هون طفيت النار ما المشكله ان احنا ما بنحط فات بنتاكد قبل تحطيها بس هي اللي بتطعم بس هي قديش عم تحطي فات انت هلا ماشي هي هيدا اللي بتطعم انا كوليسترول بالعيله انا ما عندي كوليسترول شفتي شو هينا؟ حطينا البرش الحامض اخر شيء مش نضل فريش انا شخصيا شايف نفسي بالفرق كبير يعني انا كمان قلت لك انا جبتها كمان الكرويات انا حلوين شو بيقولوا كروزا فاير هذا المايونيز مع ال مع السبينتش اوكي هون بحب احط معها اوكي هلا نهار التخرج رح يقطع كتير صور او مش كتير يعني يمكن احط لكم صوره انا غامرته لمارون شديد بس هو صوره يعني هو المفروض كان يجي هو الشيف مارون شديد من دبي يخرجنا ويعطينا شهاده ليفل 1 نتصور معه هيك دائما بيصير بس ما اجى لانه كان حجر سو كلنا كنا عم نتصور مع البوستر تبعه اتوسفني كثير كان حلو هيدا النهار شوفوا معنا التخرج وزيد عن هيك عملت معارف يعني صار عندي رفقة زيادة تعرفت على شيرين على سلوى على حسن على كريس على نور كتير بحبهم كلهم وبسلم عليهم إذا عم تحضروا وعن جد يعني كتير كانت الإكسبرينس حلوة من كل النواحي وشفتوني ما ننسى guys thank you so much for watching ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير وكومنت وكل هالاشياء وشوفكم بغير فلوج باي